المتنبي ليه بيت شعر مشهور جدا بيقول: ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بس صاحبة الحلقة دي بقى عندها مبدأ تاني أو بيت شعر تاني مختلف عن المتنبي، بيقول فيه: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه ولو حاربته الإنس والجن، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. هو ده المبدأ اللي هتمشي عليه روزا اليوسف.